خليني اقول لكم برضو الشيء بالشيء يذكر، الموسم الأسوأ على الاطلاق فيما يتعلق بجدول مواعيد وارتباطات النادي الاهلي على مدار الموسم. يعني خدوا بال حضراتكم اللعيبه اللي احنا يمكن واحنا بنتكلم على ماتش فيوتشر قلنا انها جايه من المنتخب الى حد ما على المستوى البدني ومش هقدر استبعد المستوى النفسي متاثره بشكل سلبي. خدوا بال حضراتكم انه اغلب لاعيبه النادي الاهلي او القوام الاساسي مشاركه مع منتخب مصر ومشاركه مع منتخب مالي ومشاركه مع منتخب المغرب ومشاركه مع منتخب تونس في بطوله امم افريقيا وهي بطوله بالتاكيد هي الاقوى على مستوى القاره وخصوصا في ظل مشاركه المحترفين اللي بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه. هترجع من بطوله في منتهى القوه عشان تروح على مستوى الانديه للبطوله الاقوى برضو على مستوى العالم كله وهي بطوله كاس العالم للانديه اللي منتظر نبتدي فيها او تبتدي البطوله يوم 5 وده بالتاكيد هيكون صعب. يعني اذا كنت انت طالع من سوبر راجع لدوري واجهت مشاكل، فما بالك وانت طالع من بطوله امم افريقيا رايح لفين؟ رايح لكاس عالم انديه، رايح تقابل مونتري واذا ربنا كرمك بفوز رايح تقابل بعدها بالميراس بطل البرازيل وامريكا الجنوبيه، ورايح تقابل بعدها لو ربنا طبعا نتمنى ان شاء الله نوصل للنهائي نلعب مع غالبا هيكون تشيلسي، يعني مع يعني اغلب الظن ما حدش يتوقع حد تاني غير تشيلسي في نهائي البطوله. فبالتالي والنهائي ده يوم 12، يوم 12 اللي هو ايه؟ اللي هو اول ايام بطوله دوري ابطال افريقيا، شيء في منتهى الصعوبه وغالبا طبعا يعني عشان ترجع تلعب محلي تاني مع الجدول اللي تم اعلانه في بطوله دوري الابطال انت تقريبا هتلعب كل يومين ماتش. يعني اذا كنت السنه اللي فاتت بتشتكي ان انت بتلعب كل 3 ايام ماتش، فانت السنه دي بيتم معاقبتك وهتلعب كل يومين ماتش شئت ام ابيت. هتلعب ماتشاتك دي كلها امتى؟ يعني ضريبه نجاحك انك انت يتضغط او تضغط ماتشاتك في مختلف البطولات وتبقى طالع من بطوله لبطوله مش لها حتى تلتقط انفاسك زي ما بيقولوا. على كل الاحوال خلونا نبدا الحلقه والكلام طبعا على بطوله افريقيا وعلى المجموعه. انا بشوف انه تقدر تقول كده ان المجموعات كلها متوازنه، صحيح ممكن في بعض الاوقات كفه فرق عن فرق تميل بشكل كبير جدا. هنحاول نقرا طبعا برؤيه النهارده واحد من كبار نجوم النادي الاهلي طبعا كابتن شريف عبد المنعم هو اللي هيشرفنا، هنتكلم معاه على بطوله وهنتكلم معاه على القرعه واقول لحضراتكم كل المستجدات.